جريا على عادتها السنوية وإحياء لموروثنا الثقافي والحضاري، قامت إدارة المراسم وحماية الشخصيات بوزارة الداخلية بالإعلان عن بدء الاحتفال بعيد الفطر السعيد مساء أمس، وذلك بإطلاق مدفع العيد 8 طلقات. في الماضي كان من أهم مظاهر قدوم العيد هو سماع مدفع العيد، فكان حين يسمعه الناس كانت تبتهج نفوسهم بالفرح وتسعد أن بلغهم الله يوم العيد وهم في خير وسعادة بعد أن قضوا شهر رمضان الكريم في طاعته وعبادته. يعتبر المدفع موروث تاريخي وشعبي قديم، حيث اشتهر منذ 30ات القرن الماضي، فعند رؤية هلال شوال يتم إطلاق 8 طلقات، وكذلك في اليوم التالي يتم إطلاق 8 طلقات في أول أيام العيد وبالتحديد بعد صلاة العيد. وكما تسعى وزارة الداخلية إلى تعزيز ثقافة الموروث الشعبي وتعزيز الانتماء، وفي هذه المناسبة نود أن نقدم أسمايات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة والمواطنين والمقيمين، أعادها الله علينا باليمن وبركات، وكل عام وأنتم بخير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. مدفع جاهز. مدفع ارمي. وإحياء للموروث الثقافي والحضاري، تستمر إدارة المراسم وحماية الشخصيات بوزارة الداخلية الإعلان عن بدء الاحتفال بعيد الفطر السعيد، وذلك بإطلاق مدفع العيد ب8 طلقات، وذلك جريا على العادة السنوية، حيث يتم إطلاق مدفع العيد وسط بهجة الأطفال والكبار الذين قدموا من كل مناطق المملكة لمشاهدة لحظة انطلاق مدفع العيد، إذانا ببدء الاحتفال بعيد الفطر السعيد. وكل عام وأنتم بخير.